ولذلك أحبتي الكرام، ليس لنا سعادة في الدنيا إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للأمة رفعة إلا بالرجوع إلى هديه، إلى تلك المنابع الصافية، نتعلم منها ونتأدب ونعرف حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، ونترك ما نرى من البدع وما نرى من الخرافات وما نرى من التغيير. كل يوم جديد بدعة جديدة، كل يوم جديد طريقة في الدين جديدة. إلى متى؟ إلى متى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السلف رضي الله عنهم، عمر بن عبد العزيز الذي ساد الدنيا وحكم ما حكم وقهر قياصرة الأرض وأذل المشركين وأعداء الله، عمر بن عبد العزيز قال لولا أني كل يوم أحيي سنة وأميت بدعة ما أحببت أن أبقى فيكم فواق ناقة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه.